سيارات وكل ما يهم التأمين والميكانيك. كل ما يهم التأمين والميكانيك بالإضافة للمسابقات والجوائز. كل حد من 10 نصف النهار توموبيل مع اسماعيل اليومبوعي. قبل ما ناخذ مريم خلينا نجاوب سي فيصل. مش سي فيصل، عندي سي رفيق علي حجاجي. يقول زيت سي 3 5W40 نمشي به، قداش تمشي به بالضبط؟ بالضبط ما نجمش نقولك، هاكو عندك ما بين 7000 و10000، وقت اللي تحب تبدلو بدلو، اما وين تنقص شويه خليها ما بين المينيموم والماكسيموم، معناها ما بين الحد الادنى والحد الاقصى، مش تنقص شويه تزيدها ايطرا، لا زيد شويه بركه، معناها كي في 3000 كيلومتر تقريبا تفقد زيتك. اذا كانت تلقاها نقصت زيد ربع ايطرا برك، وكمل بها للعشرة آلاف والزيت إن شاء الله بسلام. وليد فرحات إيش يقول؟ الديسك دومبرياج قداش وقتاش نبدلو سي الحاج؟ يقول سي الحاج أنت مازلت معنا سي الحاج؟ عاد عاد الديسك دومبرياج قال وقتاش نبدلو؟ يبدلو ما بين 150 ألف هو ينجم يشدو أكثر، أما هو مضروب مربوط بالاستعمال. ايوه مش 150 الف ظهر لي هي برشا معناها في الحقيقه، ولكن في بالك اللي صناع السيارات ولا يعطيه فقط 20 الف كيلومتر جارانتي حتى كي تخرج كهرباء جديده في الامبرياج، واللي هو مش منطقي ومش معقول بكل. ظهر لي ديفيدونج كما نقولوا، اي معناها مش معقول، لا يعطيه، لا هو مش بالضروره باش يفسد هو، اما الضمان نتاعو بعد ال 20000 يقول لك لا على حسابك تبدلوا، وهذا ما نجمش نفهم، بجاه ربي يفهمه لي انا ما نعرفش الله غالب. 55 سنه وانا في الميكانيك وما ما ما مش باش نقول لك ما عرفتوش الحكايه دي، ما فهمتهاش كيفاش، الا اذا كان يمشي واحد وراس وساقه نازله ديما على الامبرياج على اليسار. ديما ما وحد كي نازل يولي فما باتيناج وتشم ريحته ويفيق بيه ووحده كل شيء، ويظهر كي يتنحى يظهر معناها سخن ولا لا، والديفو تاع شكون، وهذا كل موجود. ولكن ثم اسماعيل معظم اللي بيتي دومبرياج هيدروليك اي، وقل بيتي 200000 اقل بيتي وما عادش شفت كي دومبرياج. بالله ما تحنش لك البيتيك اللي كنا بالبيوريت تاع الزيت ونزيتوا فيها تو تو ما عادش معناها حقيقه هي رولمو هي رولمو اما تو ما عادش اكسي لا الله غالب تو هي ساعه ساعه تجيك تشرنن من المره الاولى معناها تشكشك. وانا الغلط ريتك البيتي دومبرياج هيدروليك مفروض يبدل يبدل الزيت خاطر مربوطه بالفران اومبرياج مفروض يبدلهم هو لا يقول له برا زيت هو فما انا غلط مصنعي وانا غلط من مول السياره يقول له خف علي. اش نقول له اش نقول له تو باش يبدل الامبرياج؟ شوف الامبرياج راه عندك علامات، اذا كان تبدا تمشي في فيتيس معناها في درجه معينه وتنزل على الاكسيليراتور تسمع الموتور يدور برشا والكهرباء ما تتقدمش، معناها القوه اللي تعطي فيها انت مش ماشيه للدفع، معناها مش ماشيه ضايعه، راهو الامبرياج لازم تفقد الامبرياج نتاعك. وتوا راهم اغلب الكهرباء ما عادش فيهم هكا الريجلاج، طول شويه ونقص شويه في لا لا في لا هي هي معموله بالذمه باش و ايضا عندك ماكله ليسانس ساعه ما تفيقش بها الحاجات هذه في الاول نتاعها تولي تاكلك شويه ايسانس وتشوف لا ثم ريحه لا ثم اختلاط معناها في الدفع لا حتى شيء، لكن تشوف ليسانس طلعت مثلا والفلتر نتاعك تاع الهواء مبدله وكل شيء على ما يرام، ولكن كان تاكل في 6 ولا 7 ولا تاكل في 8 ولا 8.5 مثلا، ف تمشي برياج زادة في كثير من الأحيان لازم تجرب الامبرياج نتاعك بالفرامة، تحط الفرامة وتعمل انديماراج وتشوف الكورس نتاع الامبرياج نتاعك تطلع شوية وتسكت الكهرباء في فر ضربة، وإلا يقعد الموتور تقريبا يدور معناها الموتور والكهرباء ولو ما تقدمش برشا يقعد الموتور يدور، معناها راه الامبرياج هذا كيف كيف. ولهذا الإنسان عينه ميزانه لازم يعايش الكهرباء نتاعه ويعرف اش فيها وش ما فيهاش. اي مريم مرحبا يا مريم. صباح النور. صباح الخير. اي صباح النور سي اسماعيل. صباح الخير. اي تفضل حاجه الساعه اقعدي معنا مريم.
عندنا نوع من الكراب الكابل امبرياج في رجلاج اوتوماتيك وحده. اي كيوف بالمصطلح اللي عفوه السنه الاولى والثانيه والثالثه يزبط يتبدل. فما اصحاب سيارات يجي الاصنعي يقول زيدني رونديله وخليهولي. اي شفت اي يزيد يعمل له اي مش كله. وهذاك غلط. هذاك غلط ايضا. وثم الكرهب القدم بكل راه مازال عندنا في الاسطول نتاعنا كرهب بارش قدم والكابل فيه جين وكل جين هذاك والكابل ما يدخل ويخرج في الجين كل وين يتحرك يدخل معها غبره ويدخل معها وسخ وتولي هذيك عمليه شد تولي الامبرياج ما عادش يتحرك كما يجب في الكابل هذاك ما عادش يخدم كما يلزم ولهذا الكابل الامبرياج لازم يتبدل ديما على جنب مايله اي والفرشات تولي بمجد هاي ماري مرحبا بك ماري. صباح النور سي اسماعيل. صباح الخير ماري. تحيه ليك ولكامل الفريق اللي معك. يعيشك تقعدي معنا يعيش. تجاوبي انت على الميكانيك ماري. ان شاء الله باجتهاد مني راه انا ديما نتبع فيكم. عندك كهرباء ولا ما عندكش؟ عندك كهرباء؟ عندي تاكسين. باهي وهو بحذاك ولا؟ لا خرج من بكري. ما يسالش خليه يحل الراديو ما يسالش. اكيد راهو حال هو ديما نتبع فيكم. باهي كيفاش خرج الصباح؟ خرج مغشي شوي ما طلبتوش في برشا مصروف ولا حاجه خاطر احنا شوفير التاكسي نحبهم يخرج في راحه من عقله سي المنجية. معناها يخرج مع تلاحقوا ابتسامه نتاع الزوجه ولا اولاد ولكن ما يلزمش ترفق بطلبات ما يلزمش ترفق بطلبات هالابتسامه هذه راه صار الابتسامه في الذهاب وفي الاياب سي اسماعيل يرجعك الابتسامه في الرجوع زاد عندها قيمه كبيره برشا. انت والمنتوش لا حتى مهما كتب من ربي امك الابتسامه خير من كل شيء. الحمد لله. تبسمك في وجه اخيك صدقه. اي هاي يا ماري باش تجاوبي على السؤال ان شاء الله. هاي ان شاء الله ما ياخذناش الاخ اللي قال ما تربحوا كان في البنات. الاول ولا الثالث سي اسماعيل؟ انا هو الاول ولا الثالثه؟ الاول هو لماذا الانتظار لدقائق بعد تشغيل السياره قبل الانطلاق والا ما هي الاوراق اللازمه؟ اي ما هي الاوراق اللازمه لاكتتاب عقد تامين كي تمشي للتامين باش تعمل السيكورطه نتاعك؟ شي يطلبوا عليك؟ هاي يطلبوا علينا الفازيتا اي والكارت غريس اي والكونترا القديم نتاع لاسيرونس. لا اي لواه الكونترا القديم. لا انت باش تمشي انت عندك اسيرونس راه وباش تمشي تعاودها. اي باهي ويزمك يبدا عمل معاينه. انا معاين؟ لا يا سيدتي المعاينه كي تجيبش بيع الكهرباء. اي صحيح كي تجيبش بيع الكهرباء. نمشيو للمكالمه المواليه نستناو شوي سي المنجي باش تحدثنا شوي على التكنولوجيا انت الجديده وما هو مفروض من للبيئه خاصه في السيارات والتكنولوجيا الجديده في السيارات. هو فما زوز مواضيع سي اسماعيل، واحد بخصوص مكونات العجلات أي. والثاني في خصوص حمايه البيئه. في منظمه الوحده الاوروبيه أي. خذت قرار بدايه من 1 جان في 2021 كل السيارات اللي تم صنعها بدايه من هذا التاريخ يلزم تكون مجهزه باش منظومه اعلاميه من عند الصانع لقياس مؤشر استهلاك الوقود في العربه، يعني كانت بنزين ولا بنزين ثقيل غاز. هما تو موجودين. علاش احنا نقولوا هذا المؤشر؟ أي. مؤشر الاستهلاك حاجه اي. والحاجه الثانيه شنو بنحب يقولوا هذا باش نشوفوا الكهرباء نتاعنا قداش تفرز من ثاني اكسيد الكربون، يعني هل ترى في الحدود المحدده من الصانع او بافراط. السي او 2 اللي نخرجوه هذاك تخرجوا الكهرباء احيانا يكون اكثر من اللي يلزم والانعكاسات نتاعو جيده في السلبيه اكثر ما يمكن خاصه على صحه الانسان. هو التو السيارات الكل اغلبهم فيهم قداش تاكل ليسونس، معناها الكهرباء قد وقت اللي تنزل على الاكسلراتور شوفها تطلع حتى ساحه ال 20 وبعد تنجم تهبط كيما في هابطه مثلا ورجلك مهزوزه على الاكسلراتور توصل حتى للصفر. معناها احنا نقولوا هذيك في هذيك زمن التسارع هذيك زمن التسارع والدرجه نتاع الدفع الدرجه اللي تستعملها. ولكن تو الجديد
هو مؤشر الأكسيد ثاني أكسيد الكربون اللي يفرز منه من العادم، وهذا يقع مراقبته آليا من 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 طرف المصالح المختصة باش يشوفوا العربة هذه مثال. احنا نقولوا معناه يقعد مسجل في السيارة مسجل. علاش يقعد مسجل؟ لحماية أول حاجة المحيط، حاجة اثنين لحماية الأشخاص، وثلاثة العربة تكون دائما تستعمل في حدود الفنية اللي نصنعها بها الصانع. هذه ومرتبط أيضا بالجانب الكهرباء، استهلاك الكهرباء، الكونتيتي دي الكتريستي اللي تخرجها. علاش هذه عملوا استباقية؟ لأن تو تعرف في أوروبا بداية من 2040 ما عادش فما إنتاج العربات ذات الوقود الواحد تيرميك، يلزم يكون معها يتزوج. دونك إذا كان وصلنا هذه خموا في السيارة الكهربائية، السيارة الكهربائية باش نشوفوا احنا زادة كيف كيف كمية الطاقة الكهربائية تستهلكها، عكس السيارات العادية اللي هي ما تخرجش الغازات المفرزة اللي نحكي عليها الثاني أكسيد الكربون. هنا يلزمنا نفكروا في تونس في السيارة الكهربائية من ناحية القوانين ومن ناحية اللوجيستيك في التزويد، البنية التحتية هذه لازم تكون. احنا صارت فما شركة مشكورة في تونس عملت تجربة الأسبوع اللي فارت في خصوص الكهرباء السيارة الكهربائية، وعملت في بعض المحطات الموجودة التزويد بالكهرباء. هي تجربة يلزمنا نخدم عليها أكثر. علاش؟ لأن غدوة يبدأ اليوم. نقوله احنا ما نفكروش في 2040 مع 2038، لازم من طول ناخذوا إجراءاتنا تحسبا ونكونوا متسابقين الوقت نتاعنا باش نحضروا خاصة القوانين نتاعنا والتشريع نتاعنا وقتي باش نولي نستوردوا السيارات هذه ولا نصنعوا البعض منها في تونس كما زرت توا، ولا طريقة إصلاحها خاصة السي إسماعيل طريقة إصلاح نتاعها عندها قيمة كبيرة برشا إذا كان احنا نكونوا مواكبين التطور التكنولوجي في المجال هذا. وتطور التكنولوجي هذا يلزم زاد معرفي هام، ويلزم انخراط كل الشركات الموردة للسيارات في تونس، وكذلك في تونس على مستوى التكوين يلزم مجال التكوين في السيارات نهتم أكثر في مجال السيارات الكهربائية، كيفية التعامل معها وكيفية إصلاحتها كما كان يحكي سي الحاج، على خاطر كل ما هي سيارة تولت أكثر عبارة على صندوق متاع روماتيك موجود معاش السيارة التقليدية العادية، كل شيء بالأجهزة الإلكترونية. الأجهزة هذه تخضع الكثير من التكنولوجيا، والتكنولوجيا دي تتحين دائما من وقت قصير لوقت قصير، نكون وإحنا دائما مواكبين العصر في مجال السيارة صناعة السيارات وخاصة الصيانة تاعها. هذا يمكن الموضوع الأول. الموضوع الثاني بخصوص العجلات، نعرف العجلة اسمعي كما حكينا بكرة طبعا نحكي في الموضوع مش نسبقه في حاجات لكن مش نبينه حاجات. العجلة عندها زوز ركائز، ديمومة متاع العجلة قداش نجم تشدنا العجلة كما يقول الصانع، وإحنا باش نستحفظ عليها في مجال اللي حده الصانع المدة، لكن بالوقاية وبالسياقة المرنة باش نجم نوصله للمدة اللي حددها الصانع لاستعمال العجلة هذه، واثنين لقدرة ثبوتها على الطريق. هذوما زوز عوامل اللي السيارة تكون خاضعت لها عند الصنع. فما تجربة جديدة صايرة توا في كندا صارت، ولاو في صنع العجلات يدخلوا انتاج جديد، منتوج جديد اللي هو مادة البلاستيك المرسكل. مش اي بلاستيك طبعا، هم ياخذوا الحاويات الصغيرة متاع الياغورت تقع رسكلتها من جديد، معالجتها بطرق علمية، ثم يقع ضغطها حسب حقنا في الكمية متاع العجلة اللي تصنع في الكميات. وتعرف العجلة قداش فيها المادة؟ 45 مادة. العجلة هذيك اللي نشوفه فيها هذيك سهلة نقوله كاوتشو، وهي مش كاوتشو، هي 45 مكون فيها 45 وهي ناتجة من نبتة قبل كل شيء، منتوجة من نبتة. فبالتالي الكمية البلاستيك هذه اللي باش تقع دماجها في الصنع متاع العجلة بالتحديد شنو باش تجعل؟ تجعل أول حاجة العجلة متاعنا من ناحية خاصة السمود متاعها الكونسوليداسيون متاعها
تولي تمسكها يولي قوي اول حاجه. اثنين عند التمطط الليونه نتاعها هي بيدها مورتيسور تسير بسلاسه ثم عندما تبرد العرق الصايره دي ترجع لحجمها ومكوناتها الاصليه دون التاثر بالعجله القديمه اللي احنا عندنا توا. علاش؟ لان هذاك يبردها اول حاجه يسهل في الليونه نتاعها ويسهل في اعاده رجعها مسكها من جديد. هذه تكنولوجيا جديدة في صنع العجلات. هو كأني مأخوذ من الرادياتور. الرادياتور ما تعرف المشعاع ذاك اللي يصبوا فيه يهبط الماء ويبرد لنا الموتور، وثم مكثف آخر تاع الكليماتيزور، وثم مشعاع آخر صغير الليفابوراتور اللوطة في الكهرباء الشوفاج ذاك رادياتور الشوفاج نسموه. هذوكم الفرق ما بين الرادياتور ألومنيوم والرادياتور فونت الحديد اشنو هو في الحقيقة؟ نفس اللي كان يقول فيه سلمونجي، انه التخلص من الحرارة بسرعة والارتفاع الحرارة بسرعة فيه، والخفة متاعه خاصة الألومنيوم الخفة متاعه باش يخفف على وزن السيارة وينقصنا استهلاك الوقود وكثير من الأشياء. وأيضا الزينة متاع السيارة الاستيتيك متاع السيارة هذا يكون تكون أجمل عادة ويحكم فيه خير من اللي يكون بالحديد والفونت. اسماعيل نزيدوا حاجة، راهو الصنع هذه التكنولوجيا هذه معنا يقل التأثر متاعها بالعوامل الطبيعية كيما الحرارة وإلا نسبة الطاقة متاعها على الدواليب متاعها. أحمد من المرسى، سي أحمد صباح الخير. صباح الخير سي إسماعيل. مرحبا بك سي. أنا استفدت الحاج وضيوف أخي. يعيشك، تفضل سي. على السؤال نتاع السخانة سي إسماعيل. هات السخانة، هات أعطيني السخانة، علاش نقعدوا نستنوا ما ننطلقوش بالكهرباء في ساعة بعد ما نخدموها؟ إذا ما تسخن إذا ما الكهرباء تسخن خاطر يصير لها تاكل سيجمونات موتور الكل. إيش معناه؟ فسر لي. يلزم الزيت يدور. إي باهي. يطلع الزيت الفوق ويدور الزيت والماء. إي. الكهرباء تسخن باش تمشي عادية. إي. والله ينجم يمشي بها بشوي بشوي، كاين 60 في الساعة ولا 50 لين تسخن و. باهي، هذه طريقة باهية، أما فسر لي الأسباب علاش؟ إحنا نحبوا الأسباب، كي نمشي بها. وهي ما زلت كي خدمت ونمشي بها اش يوقع؟ وكي نخدمها ونخليها تخدم مشوار معناها تاع 3 دقائق 4 دقائق وبعد نمشي بها اش يوقع زاد كيف كيف؟ هي تعطيك. ها مش تعطيك. هي تخليها كي تخرج بها وهي بات. اي. السيجمونات والكلاس والكل يصير لهم تاكل الزيت ما ينفعش. علاش 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 الكلاس باش تدعس الفوق؟ ما يعني مو الزيت مازال ما خلطش فوق مازال ما دارش في وسط الزيت. باهي فهمني كيفاش معناها اعطيني حاجه سهله معناها يفهم ببساطه باش يفهموا الناس كل اللي يسمعوا فينا فيه. كي نخدم الكهرباء بارده ايش يوقع بالضبط؟ الزيت مازال ما سخنش. إيه مازال ما سخنش ما يتزيت هي بارده ولا سخونه؟ الزيت هو يزيت تحط ما بين صوابعك وانزل عليه بارد ولا سخون كيف كيف؟ مازال ما سخنش عبد الاسماعيل. إيه ايش يجرى؟ ايش يعني يصير الابيال؟ لا 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 ما نوصلوش الابيال ما نوصلوش الابيال ما نوصلوش الابيال لا لا ما نوصلوش الابيال يصير الاكل يعني السقموه واكل ما تزيتش يعني. باهي به سمعناك تقعد معنا ونشوفوا اذا كان ثماش حد اخر يجاوب بال خير من هكا خاطر ما عطيتنيش حاجه مقنعه طفي. به اي سي منير الوصلاتي به سي شمروخي معنا. حنان به اي حنان. الو عسلامه سي اسماعيل. عسلامه مرحبا حنان. عايش تحية ليك واللي معاك والمستمعين الكل. منجي هذه ظهر لي تحب تربح هذه والاخر شد لنا جول، ثم واحد شد لنا جول راهو في الفيسبوك كان تقرا معايا انت معناها قال ما تربح ما تربحوا كان في البنات. سمعتك تضحكي قلت عبد اللطيف يضحك. اي والله نكون من ربحي. اي انا هو الجواب اللي باش تعطيه لي انت يا حنان. انا حسب اللي تبعته علاش الصباح قبل ما نخرجوا كيما كان يتحدث توا سي احمد اعطيني ما زاد على ذلك اللي ما قالوش هو.
اللي ما قالوش سي احمد ما سمعتوش شنو هي باهي ما اعطيني من الاول اش رايك انت باهي المحرك وقت ما يكون المحرك بارد اي اش يوقف معناتها ما دارش على كامل اجزاء المحرك معناها الزيت ما وصلش للبلايص الكل اي الزيت مازال في الكارتيه لا 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 هو من اللي تدور المره الاولى ويدور الدوره الاولى تعمل جغمه كبيره هي الساعه وتبعثك البومب هذيك المضخه تبعث الزيت لكنك الزيت هذاك الفرق ما بين الزيت بارد وسخون ايش ثم كيفاش هاي هاي الزيت يكون اكثر فاعليه مع الحراره اي باه ايش معناها اكثر فاعليه كيفاش يولي اكثر فاعليه الزيت وقت اللي يسخن اي باه لذلك يلزمنا الانتظار لدقائق ومن بعد نشغلوا المحرك شنو نشغلوا المحرك شنو نشغلوا المحرك المحرك يخدم راه نشغله نشغلوا نحطوا فيتيس معناها ونخرجوا معناها الموتور راه يخدم كي تقول لي نشغله هو يشتغل للمحرك راه نحكي على سي الحاج بعد شويه التليفون على على فمك سي الحاج بعد شويه حاضر باهي نحكي على الليبريفيكاسيون اي لا اله الا الله محمد رسول الله خمي في عقلك وهاو تو نرجعوا لك بعد الاشهار تحب على بيكوب ينجح في التحديات الكل تاتا جابت لك تاتا كزينون سامبل كابين بيكوب كاسح وبخاتيك بغميز اكسبسيونيل 40 مليون و 990 في عوض 44 مليون و 500 ومعاها 3 سنين جارانتي تاتا كزينون القوة مضمونة انفولاين 31 300 400 بيه يا حنان واصلي واصلي الجواب نحكي على الليبريفيكاسيون اللي هو باش يولي زيت باه مشى الزيت كي يسخن شويه ولا يدور الزيت في المحرك كامل فهمت هكا ولا اي يظهر لي اللي بحذاك الوليد ولا البنيه ربي يصون ان شاء الله وربي يحفظهم يحب هو يجاوب في بلاستيك لا ايوه يعمل الحس برضه هذاك علاش المعلومات يلزمه يعمل الحس تيسر ربي هذوما اللي رحمنا بهم ربي هالصغيرات هالملايكه هذوما اللي ايش يجرى فينا احنا بعملنا اي الحمد لله ولا انت تفضل باهي هاي لا اله الا الله محمد رسول الله باهي سخن الزيت ودار ومشى لمناطق الظل بلايص بعيده ولا يوصلها على خطر ولا خفيف شويه ولا السيوله نتاعو احسن اي ايش يعمل ايش ينقص في المحرك تو وشني اللي ينقص في المحرك اي داخل المحرك من المضار اللي يضر المحرك شنو هو ايش ينقص ها التشحيم يبدا ناقص التشحيم والاحتكاك في يصير احتكاك في الاجزاء نتاع باه عندك شي فكره قداش يتاكل المحرك وقت اللي يبدا بارد نسبه مئويه وقت اللي يبدا سخون التاكل تاع المحرك يا هل ترى المحرك وقت اللي يبدا بارد قداش يتاكل نسبه في المئه قولي لي قداش في المئه وكي يبدا سخون قداش في المئه تقريبا والله ما عنديش فكره باه اقعدي معنا عملتي شويه اضافه على سي احمد لكن مازالت نمشيو سي خليل سي خليل مرحبا سي خليل صباح الخير صباح الخير منين تكلم فيها سي خليل تحيه لكم وكيف المستمعين الاذاعه الوطنيه يعيشك اي منين تكلم فين خليل الباجي من نابل من نابل اي مرحبا بك اي اي سي خليل علاش بالجو حبيت نجاوب على كي تطلع الكهرباء على الماده شنو تضرب شنو هو اللي تضرب وشنو هو المشاكل اللي تحصل في الكهرباء هاي خذ معك سي المنش هاي العجله تضرب اول حاجه البنو خاصة كي تبدا جاية سخونة اي اي ولامورتيسور اي ورولمون اي والروتيل الركب انا هم الركب
تاع التوجيه ولا تاع التعليق ولا الكاردون؟ لا تاع التوجيه. تاع التوجيه معناها لي روتول ديريكسيون. الديريكسيون اي. والتريونجل زاد يضربوا مثلثات التوازن. مثلثات ما فيهم هما دي روتول زاد اي. ما تنتهي بروتول اي. وذراع جذب اللي براد تورسيون هذاك ولا البراد فورس انا هم ثم البرد تورسيون وثم لي برا دو فورس واحد كعبه منا وكعبه منا اما البرد تونسيون ثم واحد تورسيون هذيك واحده برك اي هذوما واللي كاردون مجموعه التوجيه وخاصه عندما تكون السياره اعطيني ترى وقت اللي نطلع على الماده والعجل والترافون احكي لي على الترافون معناها مستويه السياره باش تطلع باش تطلع الماده تطلع مستويه ولا تطلع ساعه في 30 درجه حاجه هكا هي مش مستويه تطلع البراكاج اي وقت خاصه وقت يبدا البراكاج مش معناها مستوي منا ومن باش اش قولك يا سلمونج هو اجتهد وأصاب جمليا نقول وإحنا بصفة عامة يعطي الصحة سي اسماعيل 150 دينار إيش تعمل في الحياة سي خليل والله الحقيقة نخدم سيكوريتي أما ديما نسمعكم كل جمعة ونقيد في المعلومات وواحد هكا تتعلم وديجا توما معناتها قاعدين نفيدوا فينا وبالرغم ما عنديش كهرباء وما عمري ما سقت في حياتي اي نحيوا له الوحده خاطر يشكر فينا سي المنجي على استحق علاش الشكر يا سي اسماعيل هو ما عندوش بيرمي وما عندوش عنده سياره وثقف روحه من خلال البرنامج احنا ما بينا نزيدوك على 150 دينار 150 دينار اخرى لا مش حتى خاطر ربحت ولا حاجه لا لا عندي للمزاح للمزاح عندك ثقافه عندك ثقافه برشا خاطر مشيت عليهم الكل الحاجات اللي تمس كل مشيت ليها انت اللي ناقصه هي الكاوتشو معناها كل ما هو وسادات وكاوتشو خاطر حتى لي سيبور بتاع البوات وتاع الموتور ينجموا يتضروا في الحالات هذه لكن انت عدت تجي سبعه ولا قبل هذوما معناها سبعه بالضبط مبروك عليك 150 دينار من شركه المحرك برا مشي شري بهم مرسيدس هذوما باه ان شاء الله قلبي باه نمشيو للمكالمه الاخرى عواطف من صفاقس مرحبا عواطف صباح الخير مرحبا بك عواطف وبك اكثر عايشك هاي تفضل عواطف شكرا انا مش نجاوب على سؤال انا هو السؤال الاول لماذا الانتظار لدقائق بعد تشغيل السياره قبل الانطلاق هاي انت سمعت اللي جاوبه قبل اي سمعت اعطيني اضافه باهي احنا اطار باش معناتها ترمبة الزيت هذيك معناتها تضخ الزيت لكامل اجزاء المحرك أي؟ من اللوطه حتى يكشي للفوق اي في نفس الوقت باش نحافظوا على السيجمونات ونحافظوا على البواط امبراياج الامبراياج واش دخل في الموتور احنا في الموتور نخدموا تو احنا الموتور وعندنا دوره تاع الزيت كيما الدوره الدمويه في البدن تاع الانسان خاطر كي ندوروا معناتها خدموا الكهرباء قبل بدقائق معناتها يساعد معناتها الترمبه نتاع الزيت باش تضخ الزيت الكامل اجزاء المحرك. انا قلنا باش يوصل حتى المناطق الظل بلايص البعيده بكل يوصلهم وقت اللي يسخن الزيت. وهذا قالته حنان وقالوا سي احمد زاده كيف ويبدا الزيت يولي السيوله نتاعو اسهل باش يوصل للاماكن الكل. يولي الزيت لزج معناتها اي واش ينقص في داخل المحرك ثم حاجه ما نحبوهاش تكون موجوده داخل المحرك تنقص وقت اللي يسخن الزيت ويولي يدور بطريقه سلسه اي شنو اللي ينقص ثم حاجه كان يتكلم عليها سي المنجي قبيل والله ما سمعتوش اما انا معناتها اللي نعرفه هو كده معناتها الترومبه تساعد معناتها المحرك لا خلينا من الترومبه خدمتها من المره وهي تخرج في تمص وتبعث وثم الزيت يطلع حتى الفوق ومن بعد يهبط بالبيزونتور يتقاطر يهبط اللوطه ويرجع للحوض تاع الزيت وهي دواء هكذا دواليك تزيد تمص وتبعث الفوق
فكزيت هذاك عندما تولي الدورة سلسة والبلايص كل معناها مزيتة اش ينقص؟ ينقص الاحتكاك، ما قلنا هذاك الاحتكاك المضر، وحاجة أخرى تنقص تطلع درجة الحرارة باش تطلع درجة الحرارة بطبيعة الحال. احنا احنا باش تطلع درجة الحرارة باش توصل 90 وتقعد غاديك باه تتسبب في تلف المحرك تلف المحرك وتعمل لنا مشاكل معناتها في ال شنو البرودة تعمل مشاكل مش السخانة مش السخانة نتكلموش على السخانة المفرطة احنا السخانة قلنا في 90 درجة قعدنا غاديك احتمال تنجم تكون تضر الاسيوانات تنجم تضر ال تضر كل شيء هي بالاحتكاك تضر البيستان والشميز والسيجمان وكل شيء يضر كي يبدا بارد الواحد مش يضر معناها يبدا الاحتكاك اقوى عليه والتاكل يبدا اسرع ولكن ثم حاجه داخل المحرك كامله تعاوننا حتى في استهلاك الوقود معناها تولي الكهرباء ما تستهلكش الوقود برشا البيستون تولي تطلع لا 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 هي تطلع وتهبط بسهوله هي كما تطلعش وتهبط بسهوله يا خيبه المسعى باهي اقعدي معنا عوض فنمشي للمكالمه المواليه الو سي رياض مرحبا بك سي رياض الو صباح الخير صباح الخير سي رياض مرحبا لاباس عليك يعيشك تفضل سي رياض عندي درجه خاطر انا مسكر الراديو ما كنتش نسمع فيكم يعني وين وصلت الاجابه اعطيني علاش تحب تجاوب انت على السؤال الاول الثاني الثالث الرابع اللي تحب انت بشويه الثاني يعني الثاني 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 جاوب عليه جاوبوا عليه جاوبوا عليه مازالت الاوراق اللي لازمه باش نعملوا عقد تامين ومازالت قداش كي باش نقول لك كهربه عندي كهربه كذا وكذا كيفاش تحسب العام الاول قداش تنحي العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس باه نجاوب على نتاع الاسيرونس جاوبت على السيرونس هات هات عندك 100 دينار فيه يطلبوا التجريز اي لا 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 محمد رسول الله والفينيات اي والعقد بتبيعه نتاع السياره لوح عقد عندك كارت جريز انت لوش تعمل بيها كارت جريز لوش تعمل بالعقد انت ها الفينيات ثم واحد ثم واحد يحوس بالصداق نتاعو تمي الكارت جريز هذيك الهويه نتاع السياره كارت جريز اي اي ولا الفينيات اي به الله لله محمد رسول الله اي والفازيتا اي انت قاعد تفرج تفرج علينا في الفيسبوك انت في لا لا على الفيسبوك ولا على التويت شو اسمه لا لا اليوتيوب لا لا حتى تليفوني ما يعمل لا خاطر سلمونجي يعمل في حركات اكيد انه تمشي للبعض اللي قاعد يتفرج في نفس الوقت الا غالب الا غالب مش حديث برشا التليفون اللي عندي انا فهمتني اسمعي لا لا هو هو هي فرصه اسماعيل تليفونه قال مش حديث جدا السيد اسمه كان نسيت اسمه سرياض منين سرياض تكلم فينا انت من منوبه اسماعيل من منوبه هو سرياض تليفونك مش حديث جدا اما اجابتك مع البرنامج تساعدك باش تعطيك تمويل ذاتي باش تبدل التليفون عنده 100 دينار مالا هكا ولا واضح باهي يرحم والديك عندك 100 دينار اللي انا كجبت هيا الحمد لله هيا الحمد لله سلمون بدل بها التليفون اي زيد هكا جاتك قدك تمويل ذاتي زيد عليها شويه وبدل تليفون فيه اتفرج على الاذاعه الوطنيه في عايش اسماعيل ربي يفرجك اسماعيل فما اضافه صغيره بالنسبه للاشخاص الطبيعيين اي لكن الاشخاص المعنويين أي. اللي عنده نقولوا احنا باتيندا يلزم يستظهر بدايه من عام 2021 يستظهر بالجبايه نتاعو نتاع السنه خلاص خلاص الجبايه نتاع معناها باش نولوا متساويين باش نولوا متساويين الناس كل كيف هذه الاضافه معناها اللي ينجم يتحدث على حق لابد ان يسبق واجب والواجب يكون متساوي بين الناس كل معناها في المجتمع وهذاك علاش احنا لابد نحث على الانسان يعرف على الاقل ما اليه وما عليه سي عبد الوهاب هاي سي عبد الوهاب مرحبا بك سي اسماعيل وبيك اكثر سيدي مرحبا بك انت واللي معك يعيشك اي سي عبد الوهاب عندنا زو سؤالات مازالوا ما هي النسب اللي نقصها على السياره كل عام
باش نوصلوا لسعرها الحقيقي. والسؤال الأول اللي مازال، لماذا الانتظار لدقائق قبل الانطلاق بالسيارة؟ هاي والله تعني سبت اسماعيل مع قداش بكري انت قلتها قبل قلتها برشا مرات برشا يسألوا فيها اي قلتها برشا مرات اما اني سبك 10% وكذا ما نقعدش عقل عليها ما نكذبش عليك. هو السوم جديد والسوم القديم تجمعها مع بعضهم وتقسمهم اي على اثنين والعام الاولاني يتنقص 20% اي العام الثاني العام الثاني باش نجيبها بالحظ هذه خاطر نسيتهم العام الثاني تقريبا 10% لا نعطيك محاولة أخرى أكثر أكثر شوي العام الثاني 15% أقل شوي أقل شوي أقل شوي أقل من 13 قاعد كان 11 13 أنت ما قلتش 13 أنت لا قلت لك 13 لا قلت 15 سمعنا 15 احنا 15 وبعد قلت 13 بعد قلت 13 به اي الاول والثاني به اعطيني الثالث هاي الثالث نقولوا 10% لا هذا بالزياده لا 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 بالزياده لا اعطيناك اعطيناك برشا معناها امكانيات نمشيو للمكالمه المولي سعاد سلمي من قرى مرحبا بك يا سعاد مرحبا صباح النور صباح الخير مرحبا بك يعيشك وبيك نرحب بالحضور يعيشك. اللي موجودين كاتبين اللي معك مع التليفون يعيشك تفضل نجم نجاوب على السؤال نتاع نتاع السيرونس سامحني مش نتاع السيرونس السؤال ما هو ما هي الاوراق اللازمه لا لا هذاك 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 جاوب عليه تو جاوب عليه اي نجاوب على السؤال بعد تشغيل السيارة لماذا الانتظار دقائق بعد تشغيل السيارة برشة كلام تقال فيها وفيه صحيح وفيه اللي موصوش بيش يكملوه بالله يكملنا أنا الإضافة في إسماعيل في كان يحكي فيه في المنجي يمكن على العجلات إيش بهم العجلات إيش دخل الموتور في العجلات إحنا نحكيه على الموتور كي نسخنوا الكهرباء شنو هو الميزات وشنو هو المساوي إذا كما نسخنوا إيش اول حاجه هي الاحتكاك في اسماعيل باهي ما تفهمنا الاحتكاك احتكاك وقت اللي تبدا بارده فيها احتكاك وما نجموش نحملوا المحرك احتكاك اقوى لانه يولي يدفع في كتله كامله ووزن كامل اي باهي اي عندنا الاكثريه هذا هو رولي عندي صراحه ها ثم حاجة يتشكى منها العالم كامل في بالك اللي طبقة الأوزون تسكرت النهارات التلوث هذا يحكينا عليه في المداخلة الأولى في المداخلة الأولى كان يتكلم سعلي أنا قلت لها طبقة الأوزون وهي حكينا على حاجتين حكينا على العجلات والتلوث هي جبدت المشكلة الثانية العجلات هي ما عندهاش علاقة بالمحرك أي لكن التلوث عنده علاقة التلوث بالمحرك إيه؟ التلوث خطر التلوث هو عدو من الأعداء اللي يقاومها الإنسان داخل المحرك فهمت فالتلوث أصل إيش يعمل ذاك التلوث يولي في كأنه جزيئات صغار معناها شفتك الكاغت لحرش اللي نشريوه ساعة من الكنكايري ونحكوه هكا شوية على بعض ويذهبط منه وكل الوحدة ذاك يولي هذاك يتختلط بالزيت والبومب تبعثه لفوق ومن بعد يهبط يولي ثم احتكاك كأنه تراب ولا هكا كاغت لحرش يحك ما بين البيستون والشميز فهذاك يحدث تسارع في الاحتكاك معناها اكسيليراسيون في الليزور فهذا هاي جاوبة هذه طوى ولد بالمجد ولي نعطيه كل نسافر هو المواطن أكثر وأقرب شاهد على الوضعية وانا مش بره موقفنا لا لا أنا أقول هالمزاح بركة ما يأثرش فينا هذا هو يعطي صح ملاحظ أن قبلوه بكل صدر حب لكن في الأخر اهتدت اللي ما غاب على الزملاء اللي جاوبوا قبلها هي وجاوبت واخذت 150 دينار يعيشك سيد معي بارك الله فيكم نشكركم برشا يعيشك ونشكر الإذاعة الوطنية والراعي اللي أعطاك هذا شركة المحرك طبعا اللي أعطاك الجائزة السعاد إذا كان ما تجيش لتونس راهي تجيك لمكانك تو نتصلوا بك فيما بعد نجيو بكل سرور لا لا حتى هما لا لا حتى هما يبعثوها لك البلاستيك في قربه معناها الله يخليكم الله يخليكم معناها تجيك البلاستيك يعيشك الله يخليك الجائزة نمشي المكالمة الموالية ألو
مرحبا بك. عايشك. اسم الاخ الكريم؟ عادل خديش. عادل خديش، مرحبا بك. عايشك. اي منين تكلم فيها سي عادل؟ انا من حي الزهور. محفوظ حي الزهور. اي هذا قريب هذا لين. اي اش تعمل سي عادل؟ مش تاكسي انت؟ تاكسي. تاكسي اي معناها اي هو التاكسيات كل معنا هما كون جاء مش وقت كوفيد. لا حد نتبعوا فيكم. إيه لا كون جاء مش وقت كوفيد صدقني البرنامج الوحيد اللي نجم يلم 10,000 قدام الإذاعة هو برنامج طوموبيل. 10,000 صديق، 10,000 كادح يخدم على روحه، كلهم تاكسيات ولوجات، وطبعا حتى النقل الريفي ديما يلموا فينا. قلنا شبيك ما تقولوش علينا الامور هذه، ما تكلموش علينا، احنا نتكلموا على المهنيين الكل. اي حتى شيشخان قالت لي لم. لكن شيشخان كي يجيو الناس باش تسالوا في الميكانيك يجاوبهم ثقافه، ربما يجاوبهم عادات تقاليد الامور هذه كل يفرهد عليهم طبعا كما يفرهد علينا احنا. ولكن اوفيه زاد هو زاد احلام هي شدت لنا جول هنا. هاي سي عادل باش مازال سؤال واحد هو راه انا عندي سؤال الساعه قبل ما باهي هات السؤال تاعك من عصي الحاج ولا انت انا تو نجاوبك وسي الحاج كان خلط علينا. مرحبا هاي تفضل. انا عندي بولوفيس اي كان خدمها الصباح اي ما كنتش باش نقول لك يحب لها نص ساعه بس تطلع السخانه نتاعها اي ولا اكثر اي انا نفرح هكاك خليها تخدم تاع قلامه ما عندي ما رايهاش الا ما تخرج وتستنى حتى الفنتيلاتور تخدم بالطبيعه. وعليش ماهوش بالضروره؟ ماهوش بالضروره راه ماهوش بالضروره لا ماهوش بالضروره الخطر انت والمانو تومبيراتور انت والطقس، ولكن بعد ما تخدم 5 دقائق ماكسيموم معناها 5 دقائق نجم تنطلق بها وانتم تمشوا بشويه بطبيعتكم ماكمش باش تخرجوا تجروا. لا 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 الله محمد رسول الله كي نمشي بها تطلع حتى نقولوا نحن ال 50 ونمشي بها ترجع للصفر السخانه نتاعها. لا مش عادي ماهيش عادي عندك انت الصفر هذه ماهيش عادي يلزمها التمبيراتور تكون طالعه فهمت تكون موجوده في 90 تقريبا فهمت ولا والفنتيلاتور تنطلق في 90 راهي ما تنطلقش اي عندك المانود تمبيراتور ماهوش قاعد معدل يخدم كما يجب. سي الحاج معنا مازال ولا ما وصلش؟ نعم موجود. ايوه سمعت اش قال لنا سي عادل سي عادل قال لك انا نقعد نستنى فيها حتى تخدم الفنتيلاتور ومن بعد تطيح ليغوي تهبط للصفر مش عادي قلت له هالامور هذه اي مش عادي اطلاق اي على خاطر يمشي ولا يمشي يتفقس الحاج ايش باش يتفقد في قبل ما يخدم ولا بعد ما يخدم؟ لا هو خدم ويقعد يستنى مشوار كبير قالك نص ساعة قالك باش تطلع التمبيراتور تطلع هو يتحرك بها ويتهبط التمبيراتور مرة واحدة معناها في الحالة هذه أي. أما عندنا تقرا غالط أكيد كهرباء إلكترونيك أي من لا مش إلكترونيك هذه سي عادل شنو كهربتك؟ سي عادل شنو كهربتك؟ بولوسيس أي إلكترونيك أي وقت عنا مربوطة بالدياجنوستيك أكيد جدا اثنين خطر هي إذا كان فونتيلات السخانة طلعت ومن بعد تتنكو تطيع خلاص هي. ما تطيعش نحطوا لو افترضنا الفونتيلاتور خدمت ما تطيعلوش في الكيمياء قلت له راه ما تجيش اي قلت له اما كان موتور اي لا يقعد سخون انا قلت له بعد 5 دقائق اخرج على روحك معناها كان كثرت هو 5 دقائق ايوا برشا 5 دقائق ويندى يتوكل على ربي وشوفوا راه التلوث اللي كنا نحكيو عليه ونقولوا باش تطلع السخانه في السياره باش ينقص التلوث لكن كي تبدا واقف السياره في الرالونتي وتخدم اكثر من اللازم التلوث يزيد اكثر فهمت ولا؟ اكثر والله قلت انا العكايه يزيد اكثر معناها التلوث خاطر الكومبيستيون ماشي كومبلي ما ينجم الموتور يولي يعرق مليح بالاحتراق الا من 1200 1500 دور اي هذاك علاش يلزم نطلعوا ونقعدوا نمشيوا في ال 50 60 كيلومتر في الساعه لمده معينه معناها تاع 5 دقائق اخرى وبعد يمشي على روحه الانسان
ما يخافش. اي باش جاوبني على السؤال ولا هاي مرحبا. اي العام الاول شنحوا منها الكهرباء؟ العام الاول كي نشروها مثلا ب 40000 دينار، العام الاول قداش النحو اللي قبل؟ قال 20%، هذه متفاهمين فيها. قال بعد 13% العام الثاني. العام الثالث قداش النحو منها؟ تولي ظهر لي 10%. لا 10% على كيفك. لا 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 يا سي عادل، نمشيو للمكالمه المواليه. الو الو فتحية مرحبا بك. الو عسلامة. مرحبا فتحية. وبيك عايش. هيا تفضل بالجواب، قداش العام الاول النحية والعام الثاني النحية والثالث والرابع والخامس؟ تعطيني النسب. والله انا ما عنديش فكرة الحقيقة، انا حبيت نجاوب على السؤال الاول. لا لا السؤالات الاخرين انتهوا انتهوا، واحنا معملين عليك يا فتحية هكا باش تجي معانا وتعطي الاسوام. لا لا خليتوني بالاخر عاد. لا مش انا مش انا، هذاك سي عبد اللطيف وصل ما نطلب وما نتحكم. ثم انا الحقيقة لا عندي كرهبة ولا لا. ثم 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 ترتيب، راه سي عبد اللطيف عنده ال اي ما ثم ليس قبلك برشا، معناها يجيوا القبل الاول بالاول، هذاك علاش يتعدى وها وصل دورك، ولكن الغالب الاخرين خذوهم السؤالات الاخرين وجاوبوا عليهم. نمشيو العبره بالمشاركه، تو نجاوب حتى بالغلط مثلش المهم. جاوبني بالغلط، ها نقعد معاك وجاوبني بالغلط. هاي مثلش اعطيني تو نصحوا لك كيما اعطينا معناها شانس واللي قبلك اعطيناه معناها معناها مدة زمنية كافية واعطيناه نجدة. اسماعيل هي العام الأول 20، العام الثاني 13، ومن بعد الثالث قداش النحي؟ العام الأول 20، العام الثاني 13 والعام الثالث نزيدوا نطلعوا شوية شوية بركة، مش برشا 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 هاك 10. أنا نقول لك نطلعوا أنت ثابتة. آه نطلعوا، خاطر احنا من 20 هبطنا ل 15. ما هبطناش ل 15، هبطنا ل 13. إيه؟ وبعد ال 13 قلت لك نطلعوا شوية. 15؟ لا. 16؟ باهي. إيه 16 إيه. بعد العام الرابع. العام الرابع نزيدوا نطلعوا. أكثر 15. أكثر من العام الأول. علاش؟ خاطر الكهرباء تولي تاكل القطايع وتاكل وتحب مصروف. أكثر من العام الأول. أكثر من العام الأول، العام الأول شنو حينا احنا؟ 20. إي أنا قلت لك أكثر من العام الأول شوية. 21. إي إي الأخرة هذه مش باش نعاونك فيها. العام الخامس قداش نحيو؟ على خاطر العام هذاك خسرنا عليها الكهرباء، وصلت 4 سنين خسر عليها اللي لازم، عملنا لها الصيانات نتاعها كل، قداش نحيو نوليو؟ خاطر ولات كهرباء باهيه شوي، قداش نحيو في العام الخامس؟ ولا 25. لا 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 23. حاجه ماني ما ذكرتهمش بالكل. الغالب انا هذيا ما عنديش عليها معلومه الحقيقه نتاع ربي. باهي نخليوها الاسبوع القادم، هذيا ان شاء الله يولي عندنا 5 جوائز الاسبوع القادم. معناها الوقت هذاك هو توا وفاء. اللي رابحين طبعا عندنا سي خليل 150 دينار، عندنا سي رياض 100 دينار، عندنا سعاد 150 دينار، وعندنا البقيه ما جاوبش على ما تلقيناش جواب كافي. سي المنجي ان شاء الله الاسبوع القادم تكون من نصيب حد من اللي شاركوا اليوم وما ما وصلوش، لانه ثم اللي بدا راهو سي احمد من المرسى بدا، سي حنان بدات اعطات شويه اجوبه، لكن احنا حاجتنا باضافه دائما. برنامج طوموبيل يسلم عليكم الكل، ونقول الحاج مبروك القعده اليوم في الدار عجباته، ان شاء الله الاسبوع الجاي يجينا ما يقعدش في الدار، ونلقاوه ان شاء الله في سالم لاباس عليه، الموتور نتاعو سخن، لجير لاباس هكا سي المنجي ولا؟ صحيح. نعم ان شاء الله. ونشوفوك بخير سي الحاج.
والسادة المستمعين أينما كانوا تابعونا دائما يوم الأحد من العاشرة إلى منتصف النهار إن شاء الله في داعية الله، وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. إشهار.